subsequent movie film. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في هوم سينما. النهارده هنرجع نعمل ريفيو جديد لفيلم لسه متفرج عليه من يومين، وهو ثانيه واحده لازم اقرا اسمه. هو بورات 2 subsequent movie film delivery of prodigious bribe to American regime for make benefit once glorious nation of Kazakhstan. كنت لازم اقول الاسم كله. لسه بتفرج عليه من يومين، واخيرا هعمل الريفيو بتاعه. مش عارف انا ايه اللي كان مأخرني كل ده عشان اعمل الريفيو بتاعه. الفيلم هو من بطولة ساشا بارون كوين، هو اللي كان عامل افلام كتيرة جدا. انا عن نفسي بحب الكوميديا بتاعته جدا. كان عامل فيلم بورات الجزء الاولاني، وكان عامل ديكتاتور وبرونو، بس انا برونو كنت بكره الفيلم ده، ما كنتش عاجبني خالص. وكان عامل كاركتر تاني اسمه آلي جي، وغير بقى ان هو كان طالع في افلام تانية زي هيوجو، وكان طالع برضه في فيلم سويني تود اللي كان مع جوني ديب. دور احداث الفيلم بورات الجزء الثاني ان هو تكمله للجزء الاولاني اللي صدر سنه 2006. هو مذيع مشهور في بلده اللي هي خازخستان، بس الجزء الثاني بقى فيه حوارات تانية خالص غير عن الجزء الاولاني، لان اوريدي الناس في الجزء الاولاني شافوا الفيلم بتاعه، فهو اتشهر في امريكا، فهو كان لازم يخبي نفسه، او الطريقة اللي كان بيتعامل بيها مع الناس ما كانتش هي هي، لانه حرفيا اي حتة كان بيروحها في الشارع بقى مشهور وكله عايز يتصور معاه. المرة دي مهمته ان هو يروح امريكا مع بنته اللي اسمها توتر. الحكومة في خازخستان رشحته ليه مهمة ان هو يروح يعملها في امريكا، ولو هو ما عملش المهمة دي هيتحكم عليه بالاعدام. وطبعا ما ينفعش اقول ايه هي المهمة، لان طبعا هتكون كده بحرق في الفيلم. ولما هو قبل المهمة دي طبعا فرح ان هو رجع تاني امريكا، بس مع الاسف بتحصل مشاكل اكتر واكتر من الجزء الاولاني اللي هو لقى نفسه فيها، لان اكتشف كمان ان بنته راحت معاه بالصدفة امريكا من غير ما هو ياخد باله. فيلم بورت من الافلام اللي نزلت سنة 2020. انا يعني انا لما اتفرجت على الفيلم انا بصراحه حقيقي انا موتني من الضحك. انا ما اعرفش الناس اللي بتقول الكوميديا بتاعت ساشا برون كوين ازاي مش بتضحك. الفيلم حرفيا لا يقل اي حاجه عن الجزء الاولاني من حيث الضحك. يعني كفايه ان الفيلم اصلا معظم المشاهد اللي بتحصل فيه انسكريبتد، يعني ده ممكن تكون في ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده، غير ان هو اصلا ساشا بارون كوين او بورات زي ما هو طالع في الفيلم اتقبض عليه كتير جدا بسبب المواقف اللي كان بيعملها في نوعيه الافلام دي، سواء كان برونو او بورات الاولاني او بورات الجزء الثاني. حتى الكوميديا بتاعت الجزء ده يعني انا شايفها الى حد ما يعني بجد بتضحك عن الجزء الاولاني، بس انا شايف قصه الجزء الاولاني كانت احسن بكتير. بس الكوميديا في الجزء الثاني كانت بصراحه جامده جدا، خصوصا ان كمان بنته معاه في الفيلم ده، فطبعا مش عايز اقول لكم الكوميديا اللي كانت بتطلع منه وكانت بتطلع منها. افتكرت ان هو البنت اللي معايا في الفيلم بقى، قلت بقى مش هتبقى زي الجزء الكوميديا بتاعت الجزء الثاني مش هتبقى زي الجزء الاولاني، علشان يعني هو بس اللي كان موجود في الجزء الاولاني، فالجزء الثاني بقى قلت لازم يحشروا بنت بقى ومش عارف ايه وبتاع. بس مع يعني انا قلت يعني الفيلم هيبقى نفيخ عشان البنت دي حطوها معاه، بس مع الاسف البنت بصراحه علت كمان على الكوميديا اللي كانت موجوده في الفيلم. يعني زي ما تقول كده كان في مواقف فعلا برزت الكوميديا بتاعتها. طبعا الفيلم مش لكل الناس، لان في برضو مشاهد خارجه كتير في الفيلم، بس انا بصراحه المشاهد دي كانت يعني كانت كوميدي، بس انا عن نفسي انا عجبتني جدا. ممكن في ناس تانية ما تتقبلش نوعيه الكوميديا اللي بيقدمها دايما ساشا بارون كوين في افلامه، بس انا بصراحه ضحكتني جدا. فالفيلم ده مش لكل الناس، او مش كل الناس ممكن تتقبل الكوميديا بتاعته في الفيلم، سواء من المواقف او من الدايلوج اللي هو بيقوله. تقييمي الفيلم بورت الجزء الثاني، مش هقول طبعا اسم الفيلم الطويل، هو 7/10. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها. انا اتمنى بصراحه ان هو يعمل جزء ثالث للفيلم، لان حتى لما كان الجزء الاولاني كان نزل وبعد كده شوفوا يعني 2006، شوف احنا في 2020، ما كنتش متوقع نهائي ان هو ينزل جزء ثاني. وبصراحه يعني الخبر اللي نزله ان هم هينزلوا جزء ثاني كان بالنسبه لي كان صدمه، وبصراحه كان كويس قوي ان هو عمله، والكوميديا اللي كانت فيه بجد موفقه جدا. واتمنى ان هو انا اشوف جزء ثالث ليه، بس ما يكونش دلوقتي شويه، يعني يكون كده بعدها كام سنه يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها على الفيلم. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. وما تنسوش برضو تعملوا لي فولو في لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام، ولو حابين تدعموا القناه دي ماديا على باتريون وباي بال هسيب لكم اللينك بتاعهم في الديسكربشن. وباي باي.